السؤال الأول: لماذا سمي الخضر خضرا؟ لماذا سمي الخضر خضرا؟ يزول يعرف؟ جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة من الأرض، فروة من الأرض، فصارت مخضرة، لذلك سمي الخضر شنو يا جماعة؟ خضر. قال: لأنه جلس على فروة من الأرض فصارت مخضرة. والفروة قال ابن حجر هي المكان اليابس من الأرض الذي لا زرع فيه، والمحل الناشف المبني بالزراعة اسمه شنو يا جماعة؟ اسمه الفروة. فالخضر جلس على الفروة دي مكان يابس، أول ما قام المحل بقى شنو؟ أخضر، عشان كده سمي بشنو يا جماعة؟ بالخضر. حديث البخاري لكن رقمه نسيته، لكن في صحيح البخاري. ها؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة من الأرض فلما قام صارت شنو؟ مخضرة. حديث البخاري. طيب، المبحث الثاني: هل الخضر عليه السلام نبي أم ولي؟ هل الخضر عليه السلام نبي أو ولي؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم ما رجحه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرحه للحديث رقم 122 من صحيح البخاري، في شرحه للحديث 122 من صحيح البخاري 122. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر العسقلاني: ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر، ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله تعالى: ها؟ كيف؟ يمكن، لكن ده ما أوضح. أوضح شيء قال ابن حجر: ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله تعالى: وما فعلته عن أمري. وينبغي، ده قال ابن حجر لسه، وينبغي اعتقاد كونه نبيا، ينبغي اعتقاد كونه نبيا، لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل، لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل. لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي. حاشا وكلا، هكذا يقول ابن حجر. لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم
أن الولي أفضل من النبي؟ حاشا وكلا. عشان كده الصوفية بيقولوا شنو؟ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني المقامات عند الصوفية كم؟ ثلاثة في الفضل عند الله سبحانه وتعالى. أول حاجة الولي فوق، بعديه طوالي النبي، آخر واحد الرسول. عشان كده قالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني الرسول تعد والنبي شنو؟ فوق، وده كده بذاته. قال ودون الولي، النبي مع انه فوق الرسول لكنه دون شنو؟ اقل من الولي، يعني الولي فوق، بعد ذاك النبي، بعد ذاك الرسول. وده كله لخبطه وكفر بالله سبحانه وتعالى. فابن حجر يرد على الكلام ده، قال ومن اوضح ما يستدل به على نبوه الخضر قوله تعالى وما فعلته عن امري. وينبغي اعتقاد كونه نبيا، ينبغي ذلك لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي حاشا وكلا. طيب، واستدل ابن حجر أيضا لنبوة الخضر بالحديث الذي نحن بصدده الآن من البخاري، في قول النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم منك. ما هو الرسول بيحكي القصة الطويلة بتاع شنو؟ بتاعت الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام. في جزئية حتجينا بعد شوية لما أتلو لكم الحديث، قال هو أعلم منك، ربنا قال لموسى كده هو أعلم منك. قال ابن حجر ظاهر، قال قوله هو أعلم منك ظاهر في أن الخضر نبي، بل نبي مرسل. ما ربنا قال لموسى شنو؟ موسى لما قال أنا أعلم خلاص، فربنا قال له بلى عبدنا خضر هو أعلم منك. فما يمكن يكون زلولي أعلم من شنو؟ من موسى، من رسول. فابن حجر قال ده دليل، قال ظاهر في أن الخضر نبي بل نبي مرسل. لكن معنى هذا الكلام ما معناته إنه الخضر أعلم من موسى يا جماعة مطلقا، لا لا لا، موسى أعلم وأفضل من الخضر، ولا يقاس الخضر عليه السلام بموسى أبدا 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 أبدا. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فموسى عليه السلام لا يقارن بالخضر أبدا. أما هو أعلم منك في علم معين زي ما ذكر ابن حجر تعد، وفي رواية عند النسائي في علم شنو معين. ليه؟ لأن موسى كانت عنده شريعة ومرسل إلى بني إسرائيل، وموسى رسول ونبي ومن أولي العزم الخمسة من الرسل، وليس الخضر حتى لو كان رسولا ليس من أولي العزم الخمسة من الرسل، ولكن موسى كان بعث بشريعة معينة لبني إسرائيل، والخضر شريعته غير شريعة موسى. فالخضر له علم معين ليس عند موسى، وموسى له علم ليس عند الخضر. ودليل هذا الحديث، الخضر قال لموسى إني على علم علمنيه الله، في البخاري حديث ذاته اللي حنشرحه ذاته رقم 122 من البخاري. إني على علم علمنيه الله لم تؤته، أو في المعنى لا تعلم أنت، جزاك الله خير. وإنك على علم علمكه الله لا أعلم أنا، أو كما قال حجينا بعد شوي. فإذا هنا الرواية شرحت مش كده؟ إنه موسى عنده علم الخضر ما عنده، والخضر عنده علم موسى شنو؟ ما عنده.
فمن هذه الحيثية هو أعلم منك في جزئية معينة في العلم وليس مطلقا، إنما مطلقا موسى أعلم وأفضل وأعلى وأجل وأعظم من الخضر ومن غيره في ذلك الزمان، في ذلك الزمان عليهم جميعا الصلاة والسلام. طيب ده المبحث رقم كم؟ الثاني مش كده؟ طيب المبحث الثالث، هل الخضر حي أم ميت؟ المباحث دي يا جماعة دي شبهات ومزاد حول الموضوع، أنا عملت عليه بس مباحث مسائل يعني. هل الخضر عليه السلام حي أو ميت؟ وما الدليل؟ طيب الراجح من أقوال أهل العلم أنه ميت، أنه ميت ليس بحي. هذا كتاب الزهر النضر في حياة الخضر، الزهر النضر في حال عفوا في حال الخضر لابن حجر العسقلاني، هذا الكتاب من أعظم الكتب التي حقق في هذه المباحث وفي أحوال الخضر عليه السلام. طبعا يسمى الخضر ويسمى خضر ويسمى خضر، ثلاثة أسماء كلها صحيحة. خضر بكسر الخاء وسكون الضاد، خضر وبدون ألف ولام، ويسمى خضر بفتح الخاء وكسر الضاد، خضر، ويسمى الخضر، الخضر. طيب قلنا المبحث رقم كم؟ الثالث، هل الخضر حي أم ميت؟ الخضر ميت، ونصر ذلك ابن حجر في هذا الكتاب الزهر النضر في حال الخضر الصفحة 65، صفحة رقم كم؟ 65. قال ابن حجر: رجح المحققون من أصحاب الحديث والعلماء، رجح المحققون من أصحاب الحديث والعلماء الآخرين أن الخضر مات، رجح المحققون من أصحاب الحديث والعلماء الآخرين أن الخضر مات كما مات غيره من الأنبياء والصالحين، كما مات غيره من الأنبياء والصالحين، منهم ابن حجر بعد ما ذكرنا العلماء الذين ذكروا وفاة الخضر أنه مات، منهم الإمام البخاري، يا سلام، الإمام البخاري، وإبراهيم الحربي، وأبو الحسين ابن المنادي، وشرف الدين أبو عبد الله المرسي، أبو الحسين بن المنادي، وشرف الدين أبو عبد الله المرسي، وشرف الدين أبو عبد الله المرسي، وأبو طاهر العبادي، وأبو يعلى الحنبلي، أبو يعلى الحنبلي، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو بكر بن العربي، وأبو بكر بن العربي، أبو بكر ابن العربي،
وأبو بكر ابن النقاش. وأبو بكر ابن النقاش قال وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال ابن القيم الجوزية، ده كله نقلوا عنه يا جماعة ابن حجر في هذا الكتاب، ده كتاب ابن حجر. قال ابن القيم الجوزية لم يصح في حياته حديث واحد، لم يصح في حياته حديث واحد. طيب علم حجر قبل ابن حجر ينقل عنه، ابن حجر نقل عن منوع عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وينقل عن ابن تيمية برضه حتى بفتح الباري. الكلام ده كله كلام ابن حجر اللي انا بقراه ده، ولا انت قصدك شنو؟ ابن حجر بينقل عن ابن القيم وينقل عن ابن تيمية، حيينا وعشان ينقل عن ابن تيمية حتى بفتح الباري ينقل عنه. طيب قلنا شنو؟ لم يصح في حياتي حديث واحد. طيب طيب قال ابن حجر العسقلاني بصفحة رقم 77 من هذا الكتاب، قال ذكر ابن القيم رحمه الله، أيوة ذكر ابن القيم رحمه الله رد ابن الجوزي على حياة الخضر، رد ابن الجوزي ابن القيم الجوزية، هو ابن الجوزي ده منو؟ أبو الفرج مش كده؟ ابن الجوزي. طيب ذكر ابن القيم رحمه الله، ابن حجر يقول كده، يقول ذكر ابن القيم رحمه الله رد ابن الجوزي على حياة الخضر فقال قال أبو الفرج ابن الجوزي والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء، والدليل على أن الخضر ليس باق في الدنيا أربعة أشياء. ده كلام يا جماعة، ده ابن حجر ينقل عن ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية ناقله عن منه؟ أبو الفرج ابن الجوزي. شو الكلام ده كده؟ قال والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. طيب أما القرآن، يقول أما القرآن فقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. سورة الأنبياء الآية 34، لما يريد تكتب الآية كلها اكتب بس رقمها والصورة بس، هنقولها من بعدين. طيب سورة الأنبياء الآية 34، فلو دام الخضر
كان خالدا. ها؟ قلم؟ فلو دام الخضر كان خالدا. صح ولا ما صح؟ طيب، وربنا قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فلو الخضر كان حي دائم معناته كان يكون شنو؟ خالد، وهذا مناقض لي لهذه الآية. طيب، شو استدلال العلماء كيف؟ طيب، زيادة زاد ابن كثير في البداية والنهاية، ده برا كلام ابن حجر وكده، ده جاب المحقق بتاع الكتاب، دي زيادة مهمة مفيدة. البداية والنهاية المجلد واحد، الجزء واحد، الصفحة 334 عن ابن الجوزي. واحد 334 عن ابن الجوزي أيضا قوله: الموضوع ده، الباب ده، باب الخضر عليه السلام، ده من أهم الأبواب، لأنه دي من أعظم الشبهات عند الصوفية حول الإسلام من زمان الكلام ده. عشان كده ابن حجر الكبير قال شنو؟ وينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتدرع أهل الباطل، لأنه ده أصلا مزرع به من زمان. أنت قالوا من الليلة؟ طيب، ويقول لك الولي ممكن يعمل أشياء في الظاهر هي منكر، وفي الباطن هي معروف، والدليل كده، والخضر قال وسوى وكده، كله كذب ساكت. طيب، عن ابن الجوزي أيضا قوله: فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة. صح ولا ما صح؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. صح ولا ما صح؟ قال: فالخضر، ده أبو الفرج ابن الجوزي، فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة. صح ولا ما صح يا مازن؟ ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح. صح ولا ما صح؟ يعني وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ده عموم، ما يجوز واحد يقول لنا لكن الخضر حي إلا بإشنو يا جماعة؟ بدليل، لأنه ما يخرج من العموم إلى الخصوص إلا بشنو؟ دليل، وفي الدليل لابد يكون، لابد يكون صحيح. طيب، مثلا زي شنو؟ ربنا قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ده عام. في دليل صحيح يخصص لنا إنه في بعض الأشياء وبعض البشر موجودين مستمرين ما ماتوا. طيب، فيه زي شنو يا جماعة؟ زي الدجال عليه السلام وعيسى، زي الدجال مش كده؟ زي المسيح الدجال لعنه الله، زي شنو؟ عيسى عليه السلام. طيب، لا لا لا. طيب، ثم قال ابن كثير، يعني معقب على كلام ابن الجوزي ده، ابن الجوزي ما قال: ولا يجوز تخصيصه منه إلا بشنو؟ بدليل صحيح. ابن كثير قال: والأصل عدم، والأصل عدمه حتى يثبت. الأصل ما في دليل يخصص الخضر إنه حي ويخرج من عموم الآية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، حتى يثبت. قال: ولم يذكر ما فيه دليل، والأصل عدمه، يعني عدم وجود الدليل، حتى شنو يا جماعة؟ يثبت. صح ولا ما صح؟ في دليل على أن الخضر حي؟ ما في دليل صحيح. قال: ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله. صح ولا ما صح؟ ما في دليل عن المعصوم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب قبوله، ما في كلام. طيب،
وابن الجوزي عنده رسالة برضو مستقلة عن موضوع الخضر اسمها عجالة المنتظر في شرح حال الخضر. عجالة المنتظر في شرح حال الخضر. وهو لعله ذكر فيه الكلام ده كله. ومن أدلة ابن الجوزي أيضا على موت الخضر قوله تعالى من سورة آل عمران الآية 81: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، قال ابن عباس، هكذا مكتوب، قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. رواه البخاري. ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. ذكره البخاري. المعنى بتاع الأثر شنو؟ أيوه، المعنى إنه ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل نبي، ما بعث نبي إلا بياخذ عليه الميثاق. ميثاق شنو هو؟ يقول له لئن بعث محمد وإنت حي لأي نبي من الأنبياء؟ لابد تؤمن بمحمد وشنو؟ وتنصر. طيب، فالخضر إن كان نبيا أو وليا فقد دخل في هذا الميثاق، لأنه لو كان نبي بنص الأثر ده المفروض كان شنو يؤمن؟ يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه وينصر في غزوة بدر وينصر في الغزوات. في غزوة بدر كانوا 300 وحاجة، وقيل 313، وقيل الصحابة كانوا محتاجين للزيادة، صح؟ كان يجي يؤمن وينصر، يؤمن به وينصره، يبايعه وينصره. فكونه ما جاء معناته شنو؟ معناته شنو؟ معناته ما موجود. ده إذا كان نبي. إذا كان ولي وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان برضه يبايع على الإسلام ويسلم، صح ولا ما صح يا جماعة؟ طيب، طيب إلى آخر ما قال ابن الجوزي، كلام نفيس جدا جدا في هذه الرسالة. طيب، وأما السنة، ده كله كلام شنو؟ كلام الجبيل، احنا ما طلعنا مشينا الحاشية مش؟ هاي أرجع. قال: وأما السنة فذكر حديث أرأيتكم ليلتكم هذه، أرأيتكم ليلتكم هذه، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين البخاري ومسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها، فإن على رأس 100 سنة منها فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم عليها أحد، ممن هو اليوم عليها أحد. أيوة، لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. يعني يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: شايفين الليلة دي؟ بعد 100 سنة ما حيفضل على ظهر الأرض شنو يا جماعة؟ من الناس اللي قاعدين في الأرض الليلة أحد. فلو كان الخضر حي كان شنو؟ حتى لو كان حي لحد الوقت ده بعد 100 سنة دي ما له يا جماعة؟ مات. لكن هو ما كان موجود، لو كان حي كان جاب بايع النبي عليه الصلاة والسلام ونصر. طيب، وفي صحيح مسلم، ها؟ حديث البخاري ومسلم. طيب، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل،
قبل موته بقليل. طيب، قبل موته بقليل، ما من نفس منفوسة، ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية، ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية. نفس معنى الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية، يعني الليلة اليوم أي نفس منفوسة، يعني نفس موجودة الآن حية، ما من نفس الآن حية ويجي عليها 100 سنة وهي حية، يعني حتموت، يعني من الليلة ل 100 سنة أي نفس كانت حية الليلة ل 100 سنة لا وجل تموت. فديس هذا اللي على انه الخضر لو كان حي ذاته لحد الوقت ده بعد ال 100 سنة بيكون شنو؟ مات. طيب، واما اجماع المحققين من العلماء، اجماع المحققين من العلماء يعني الاجماع، فقد ذكر عن البخاري وعلي بن موسى الرضا، اسمه كده علي بن موسى الرضا، فقد ذكر عن البخاري وعلي بن موسى الرضا أن الخضر مات، أن الخضر مات، طيب، وأن البخاري سئل عن حياته، يعني عن حياة الخضر، يعني قال لي حي ولا ميت يعني، وأن البخاري سئل عن حياته فقال وكيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن على ظهر الأرض. الحديث ذكرني قبل، عرفتم؟ يعني ده فهم البخاري ذاته لمنه يا جماعة؟ الحديث، الحديث ما كتبته قبل بس اكتب بدايته وقول الحديث سبق. طيب، وده فهم عالي جدا من البخاري لهذا الحديث. قال وممن قال إن الخضر مات إبراهيم ابن إسحاق الحربي، مش كده؟ ده ذكرنا كبير الاسم ده، وأبو الحسين ابن المنادي، وهما إمامان، البخاري بيقول كده، وهما إمامان، وقد كان ابن المنادي يقبح قول من يقول إنه حي، أي زول بيقول الخضر حي ابن المنادي كان شنو؟ يقبح قوله، يقبح القول بتاعه. ابن المنادي يقبح قول من يقول انه حي.
أبو الفرج من الجوزي قال كلمة تحت جميلة نقرأ له. قال أبو الفرج وما كذا فهم أول شيء بعد ذلك كتير. قال وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر. قال زول اللي بيقول الخضر حي موجود ده فهمه بعيد. قال وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. قال الزول اللي بيقول الخضر موجود وحي ده إثباته لحياة الخضر وإنه موجود، قال إثباته ده يؤدي إلى الإعراض عن هذه الشريعة. صعب ما صعب، لأنه لا جاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل في شريعة الإسلام، وبعد ده مسلم وصالح ويقولوا حي، خلاص معناته زول ممكن يطلع برا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويكون مصلح مسلم وصالح، مش كده؟ ولا كيف؟ كذلك يا جماعة برضو إذا قلنا أثبتنا إنه حي معناته ناقضنا الآية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق، وده برضو مناقضة لهذه الشريعة وحيات كثيرة جدا. فالجوزي قال عشان كده زول بيثبت إنه موجود ده قال ما أبعد فهمه، فهمه بعيد قال. شفت الكلام ده كده؟ طيب قال أبو الفرج وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر، من يثبت وجود الخضر وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. طيب وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. شبهة للصوفية حول حياة الخضر، عندهم شبهة معانا. وضح كتبتها. طيب شبهة للصوفية حول حياة الخضر، انتبهوا للشبهة دي كويس. قال الصوفية الخضر حي، وقد ذكر ذلك شيخكم ابن تيمية. معايا يا جماعة؟ هم طبعا الصوفية زي ما انت بتجيب لهم كتبهم بتاعت رياض الجنة والبرعي وكتاب طبقات الشعراني طبقات وضيف الله، هم دايرين يعملوا نفس المحاولة دي. طيب دي مجموعة الفتاوى الجزء 4 الجزء الرابع، فعلا شبهة هي 300 الصفحة 337. الجزء 4 من مجموعة الفتاوى صفحة 337. لا عفوا الصفحة دقيقة، الصفحة 338 339 وليس 37، 338 339 المجلد 4 يا ناس. طيب سئل الشيخ رحمه الله لو ابن تيمية، اسمع كذلك الفتوى دي لانها طويلة ما احتاج تكتبها، ما انت كتبت الصفحة مش خلاص بس اكتب الموضوع انه فيها كده بس. طيب سئل هل كان الخضر عليه السلام نبيا او وليا؟ طيب وهل هو حي الى الان؟ وهل هو حي الى الان؟ قال في مساله الحياه دي بهمنا صفحه 339 اللي هي بعديها، قال واما حياته فهو حي. اي ماذا؟ قال واما حياته فهو شنو؟ حي. طيب دي بالصفحة كم؟ 338 ده السؤال، 339 باقي الجواب. الشاهد بتاعنا قال أما حياته فهو حي.
الحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد، بل المروي في مسند الشافعي وغيره أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخضر يعني. ومن قال إنه لم يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد قال ما لا علم له به، فإنه من العلم الذي لا يحاط به. خلاص؟ واتكلم نصر الكلام ده في الفتوى دي. ده في الصفحة كم؟ 338 339. في الصفحة اللي قبليهم 337 سئل شيخ الإسلام عن الخضر والياس وإلياس، هل هما معمران يعني موجودين؟ بين لنا رحمكم الله تعالى، فأجاب أنهما ليسا في الأحياء، أنهما ليسا في الأحياء يعني ميتين، الخضر وإلياس قال الاثنين ماتوا، ولا معمران قال. وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد ابن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وإنهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال الإمام أحمد من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا شيطان. لكونه حي الخضر والياس دشنا يا جماعة، هل هم ما ألقى وقالوا بيروى عنهم كمان، قال ده ما ألقاه إلا من يا جماعة إلا شيطان. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد. أقل لنا نفس الكلام الكبير قريناه من وين؟ من هنا. وقال أبو الفرج بن الجوزي قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وليس هما في الأحياء، والله أعلم. فهمتوا شو؟ إنه عنده شنو يا جماعة؟ عنده فتوتين، فتوى قال فيها حي ورد على الناس اللي قالوا ميت، والفتوى القبلية قالوا شنو؟ ميت. ده في نفس الفتاوى في صفحتين مع بعض أو 3 صفحات ملصقات مع بعض. الفوزان قال، بس أنا ما متذكر الكتاب بتاع الفوزان، جاب الكلام ده ذاته، قال إذا وجدنا لعالم فتوتين، فتوى توافق الدليل وفتوى تخالف الدليل، فنأخذ بفتواه التي توافق الدليل، مش لأنه ده عالم وكده بس، لكن لموافقته الدليل. وضرب مثال بالفتوتين دي ذاته، جابوا، قال فابن تيمية سألوه عن الخضر قال مرة حي ومرة قال شنو؟ ميت. قال ناخذ بيته لموافقة الدليل. ابن تيمية ما معصوم في النهاية. طيب، وليس هو صاحب هوى، إنما اللي يجد عليه دليل بيرجحه ابن تيمية. خلاص؟ فده واحد. اثنين، ابن حجر ناقش المسألة في هذا الكتاب، انفصل فيها فصل تمام جدا حتى تطمئن قلوبكم. الصفحة كم؟ 5. الصفحة 65. الكتاب بتاع ابن حجر اللي هو الزهر النضر في حال الخضر، من قبيل كنا بنقرأ فيه. خمسة وستين. طيب، قال ابن حجر وقف مع شيخ الإسلام ابن تيمية في حياة الخضر. يلا دريف لنا مع الفتوتين دي. ها؟ وقفة، قال ابن حجر وقفة مع شيخ الإسلام ابن تيمية. يا جماعة صمدوا التليفونات دي.
وقفة مع شيخ الإسلام ابن تيمية في حياة الخضر. سئل ابن تيمية، ده كلام ابن حجر العسقلاني، سئل ابن تيمية رحمه الله عن الخضر وإلياس هل هما معمران، وذكر الفتوى اللي قريناها قبل من الفتاوى، قال إنهما ليسا في شنو؟ في الأحياء ولا معمران، إلى آخر الفتوى. طيب، ودي قلنا في الفتاوى الجزء 4 مش كده؟ صفحة 337. وقال بفتاواه فتاوى ابن تيمية الجزء 27 الصفحة 100، الجزء 27 الصفحة 100، قال ابن تيمية: والصواب الذي عليه المحققون، ابن تيمية ذاته ينقل عنه يا جماعة ابن حجر، والصواب الذي عليه المحققون وأنه لم يدرك الإسلام، يعني الخضر ما أدرك شنو يا جماعة الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولا كان يكون في مكة والمدينة. صح ولا ما صح؟ يبقى ابن تيمية في النهاية شنو يا جماعة رجح شنو؟ إنه الخضر ماله؟ نيل، كما نقل عن ابن تيمية من؟ ابن حجر في كتاب الزهر النضر في حال الخضر صفحة 65-66، والنقل ده ابن حجر نقله من الفتاوى الجزء 4 337 والجزء 27 الصفحة كم؟ 100. طيب، قال ابن حجر: وقد نقل عنه تلميذه ابن القيم، يعني نقل برضو عن ابن تيمية، فقال: سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه. صح ولا ما صح؟ لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. صح ولا ما صح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟ قلت لي السدال ده قوي كده؟ السدال قوي صح؟ يعني السدال ده استدلال منو؟ ابن تيمية نفسه يستدل به على انه الخضر ماله؟ مات. نقلوا عنه تلميذه ابن القيم ونقلوا عن ابن القيم منو؟ ابن حجر في هذا الكتاب صفحة 66. ها؟ قال: وقد نقل عنه تلميذ ابن القيم فقال: سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟ طيب، يلا بعد الفتوى اللي فيها خطأ المرجوحة ذكرها ابن تيمية نشوف مناقشة ابن حجر ليه؟ ابن حجر نقل لك أقوال ابن تيمية متفرغة إنه الخضر ماله؟ مات. ابن تيمية زاد وقال كده، لكن بعد الفتوى ديك اللي فيها قال حي، ده موضوع عشان مش كده يا نبيل؟ طيب، في الصفحة 74 من كتاب الزهر النضر في حال الخضر، بعد ابن حجر يناقش الفتوى الخاطئة، يقول: أزين
صفحة 73 74. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن طيب الكلام ده طويل، انا ما حقدر امليكم الا زول ده يكتب سريع ممكن، لكن اللي بيهمني انك افهمه. انا ما اقدر اقرا صفحه وعنوان الكتاب لو حبيت. طيب يلا، بقى الاشكال في شنو يا جماعه؟ في الفتوى اللي فيها خطا دي، دي موضوع شنو ذاته؟ قال ابن حجر: كل من له إلمام بكتابات ابن تيمية رحمه الله التي ترد على استمرار حياة الخضر يفاجأ بالجزء الأخير من هذه الفترة، صح ولا ما صح؟ الذي يثبت حياته، ولا يوجد له مثنى أو مثنى في جميع آرائه وكتاباته، ويجد نفسه أمام عدة تساؤلات. من أهمها: لماذا استدل ابن تيمية رحمه الله ها هنا بالحديث على اجتماع الخضر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد على بقائه في أكثر من موضع، وقال: والصواب الذي عليه المحققون أنه لم يدرك الإسلام، فكيف اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش جبريل ابن تيمية ذكرنا كلام عنه، وما قالوا عنه ابن القيم إنه قال: والصواب الذي عليه المحققون أن الخضر شنو؟ ما أدرك الإسلام ولا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف طيب هناك يجيب حديث؟
طيب، وبعدها ذكر تساؤلات، قال لا بد أن تنشأ هذه التساؤلات وغيرها في ذهن القارئ وتتطلب منه الإجابة عنها، ولا يمكن الإجابة عنها إلا أن تعرف بأن هذه الفتوى لا تخلو من إحدى ثلاث أحوال. ده الكلام المهم بعد. ابن حجر يقول فتوى ابن تيمية دي ما بتخلو من واحد من ثلاثة أحوال. الحالة الأول إما أن يقال بأن قول ابن تيمية بحياة الخضر قوله الأخير الراجح، هذا احتمال. نقول قول ابن تيمية قال الخضر حي وقال وثاني قال ميت. الاحتمال الأول إنه قول إنه الخضر حي، ده القول شنو الأخير الراجح. قال ولكن هذا مدفوع يعني مردود بأن استدلاله استدلال ابن تيمية على إنكار حياته أقوى وأدل منه على بقائه. الأدلة جابها ابن تيمية لما قال الخضر ميت، الأدلة جابها أقوى، صح ولا ما صح؟ طيب قال وكذلك آراءه في إنكار حياته كثيرة. يعني ذكرنا كم رأي لابن تيمية في إنكار حياة الخضر وإن الخضر ميت، لكن ذكرنا رأي واحد لو إن الخضر شنو؟ حي. لكن الآراء في إن الخضر ميت ما لا؟ كثيرة لابن تيمية وفي أكثر من موضع، صح ولا ما صح؟ الموضع الأول قلنا جزء 4 صفحة 337 من الفتاوى، الموضع الثاني الجزء 27 صفحة 100، الموضع الثالث نقلوا عنه منه؟ ابن حجر عن منه؟ ابن القيم. يبقى أكثر، وكونه قال حي ده موضع شنو؟ واحد. وقوله في بقائه لا يوجد إلا في موضع واحد، ابن حجر يقول كده. قال وهذا خلاف منهج ابن تيمية المعروف. منهج ابن تيمية شو؟ المعروف. وذلك لأنه لما يرى شيئا يذكره في مواضع متعددة وبأدنى المناسبات. وفعلا والله لاحظت الكلام ده في كتب ابن تيمية. لما يكون عنده حاجة ريسبيتا من الحق بيذكرها. تاني بيتكلم بيمشي قدام، تاني بيذكرها. نفس الحاجة. تاني بيتكلم بيمشي قدام، تاني بيذكرها. لأن من الحق بيكررها. تلاحظ ذلك في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وتلاحظ ذلك أيضا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وتلاحظه أيضا في مجموع الفتاوى. فكرر موضوع الخضر شنو؟ ميت. وموضوع الخضر حي ما جابوا إلا في موضع واحد. يبقى ده الاحتمال شنو؟ الأول. الاحتمال الثاني وإما أن يقال بأن القول بحياته قوله المتقدم، يعني الأول، يعني إنه قال الخضر حي ده قوله شنو؟ الأول. والقول المتأخر الراجح هو إنكار حياته. تكون المسألة ما لا؟ عكس المسألة الأولى. طيب ولذلك يوجد الرأي الأخير في أكثر من موضع. قال ابن حجر وهذا أقرب إلى الصحة والتحقيق. ده كلام ابن حجر ده ما بيكفيك ذاته. وهذا أقرب إلى الصحة والتحقيق نظرا، شوف الكلام ده بيعتذر بعد ابن تيمية كيف، نظرا إلى صلابة ابن تيمية في الأمور العقائدية وتمسكه بالكتاب والسنة الصحيحة. إلى صلابة ابن تيمية في الأمور العقائدية وتمسكه بالكتاب والسنة الصحيحة. وأيضا بدليل أن ابن القيم نقل عنه إنكار حياته، فلو كان مرجوحا أو رأيا متقدما لما نقل عنه. يعني ابن القيم صح ولا ما صح؟ كلام متين جدا. وقد مضى أنه ذكر في كتاب أسماء مؤلفات ابن تيمية كتابين له في الخضر. ابن القيم عنده كتاب اسمه أسماء مؤلفات ابن تيمية،
ذكر كتابين من المؤلفات ألفوا كتابين كاملات، ألفوا ابن تيمية في منهم في الخضر. الاحتمال الثالث والأخير، وإما أن يقال بأنه لم تثبت صحة نسبة القول بحياة الخضر إلى ابن تيمية بتاتا فيعتبر مدسوسا عليه. الفتوى دي انتوا فهمتوها اول شيء؟ فهمتوها؟ يعني الاحتمال الثالث شنو؟ انه الفتوى اللي فيها انه الخضر حيري ما لا احتمال تكون شنو؟ مدسوسة. طيب الاحتمال ذاته جا كيف؟ في ذهن ابن حجر جا كيف؟ ابن حجر قال مما مهما يكن من الامر توجد عدة اسباب تقوي احد الرأيين الاخيرين، ومن اهمها تعليق الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصم النجد الحنبلي وهو جامع الفتاوى. فتاوى ابن تيمية أصلاً جمع منه عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصم النجد الحنبلي، مش الفتاوى دي أقرأ هنا في الغلاف. قال جمع وترتيب الفقيل إلى الله عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصم النجد الحنبلي، ده هو نفس كلام ابن حجر هنا، ده الجمع الفتاوى دي مكتوب في الغلاف. لما جمع في الفتوى دي بالذات عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم النجدة في الفتوى دي بالذات بتاعت الخضر هذه تعيد عمل لها حاجه اشار له اشاره. هو جمع الفتاوى دي كلها 37 مجلد. في الفتوى دي بالذات عمل خط حد اوريك لها الان وقال كلمه. شوف ذكرها ابن حجر هنا. طيب قال تعليق على هذه الفتوى بقوله هكذا وجدت هذه الرساله. بالذات الفتوى دي لأنه تخالف الصواب، تخالف الكتاب والسنة، وتخالف كلام ابن تيمية المتقدم قبله بصفحة. دي بالذات قال هكذا وجدت هذه الرسالة، قال بالصفحة الجزء 4 صفحة 338 حلقة، نفس الصفحة وفي نفس الجزء 4 338. شوف عمل خط هنا لاحظته صفحة 338 من الجزء 4 عمل خط حد قال هكذا وجدت هذه الرسالة اللي جاي. هكذا وجدت هذه الرسالة. طيب قال ابن حجر قال ومن عادة جامع الفتاوى عبد الرحمن بن محمد القاسم ده من عادة جامع الفتاوى بأنه لا يعلق مثل هذه التعليقات. من عادته دي صفحات كلها شايف ما فيه تعليقات كلها او معظمها ما فيه تعليقات. قال من عادته بانه لا يعلق على مثل هذه التعليقات، ولكنه في نظري ابن حجر اضطر الى هذا التعليق في هذا المكان لما راى فيه من راي شاذ حول حياه الخضر يخالف جميع اراء شيخ الاسلام فنبه عليه. وهذا التعليق من مرتب الفتاوى الذي له اطلاع واسع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم ده ودقيق على جميع كتابات ابن تيميه الموجوده مثير للشك، ولا ريب انه تعليق دقيق ووجيه في محله ولا بد منه، لانه يدل على شنو يا جماعه؟ على امانته العلميه هذا الرجل عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي. قال هذا وقد وجدت فتوى مختصرة من فتاوى الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح تثبت حياة الخضر وتشبهها فتوى شيخ الإسلام هذه في المعنى والمبنى أيضا إلى حد ما كما يلي، وذكروا بعد ذلك رد عليها وأبطلوا كده. ده موضوع ده. طيب كده واضح الكلام يا جماعة؟ واضح؟ يكفيك ان شنو ابن تيميه عنده فيها قولين، قول بالحياه واحد في موضع واحد من جميع الفتاوى، وقول بممات الخضر وذكر في ثلاثه فتاوى على الاقل لابن تيميه، فده الصواب الموافق بالدليل بناخذ به. اما الفتوى الثانيه انه حي حتى لو ثبتت في الفتاوى في هذا قول شنو يا جماعه؟ خطا ومرجوح لانه يخالف نصوص الكتاب والسنه، ثم يخالف فتاوى ابن تيمية الكثيرة في وفاة الخضر عليه الصلاة والسلام. آخر مبحث حنذكره إن شاء الله، وده أهم مبحث طبعا، الأخير ده أهم مبحث حنذكره بكرة في الدرس
القادم إن شاء الله، وهو قصة الخضر ذات، القصة ذات وما حولها من الشبهات، إنه قتل الغلام ليه وخرق السفينة وبنى الجدار، وهل ده هو علم الباطن؟ نشوف كلام الأئمة في المسألة، القرطبي وابن حجر وغيرهم وابن تيمية إن شاء الله تعالى، أن من قال للشريعة علم باطن وعلم ظاهر فهو كافر. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هنشرح إن شاء الله، كلام ده مهم جدا يا جماعة، وأزي من شرحك ونقاشنا بفضل الله على لهذه الشبهات تستفيد شنو؟ تستفيد إنه الموضوع بتاع التصوف ده غير علم، صح ولا ما صحيح؟ الرد عليه ما ساكت ولا ما هو؟ ما بيكفي فيه مجرد الحماس والتكبير والتهليل فقط، داير شنو يا جماعة؟ داير علم. والعلم ما قعدت له ودرسته وصبرته تقعد لما ضارك ده يفكر ما بتعرفه ولا بتحصل، غير صبر. والإنسان يوم السبت إن شاء الله، وما بينال العلم إلا زور صبور، زور صبور مخلص ده بيناله، لكن زور مستعجل واستعجال ما بيتعلم أصلا اليوم الغير. نعم الصلاة فضل ياكم ثلاث دقائق. ايوه يصلوا لانه يطلعوا برا الشريعه، يطلعوا برا الشريعه، عرفت كلامي؟ اللي هو عندهم حاجه اسمه علم شنو؟ علم الباطن. علم الباطن يعني قال لو رايت الشيخ بيزني ده في علم الظاهر ده زنا وجريمه وكذا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا كما قال تعالى. لكن في علم الباطن شيخ ده ببرك المرأة بركة، عرفتها؟ ده في علم الباطن. كذلك لو شفت الشيخ زي ما الآن بيعملوا كثير من بعض الطرق في الذكر بتاعهم بيسبوا الدين، والله قالوا ده في الظاهر كفر لكن في الباطن شنو يا جماعة؟ توحيد. عشان كده الحلاج قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وهو عند المسلمين حرام. الكلام ده بيقول لك في الظاهر منكر لكن في الباطن شنو؟ معروف ده ما فيه مشكلة، ده الدين ذاته. فدارين يتلولوا ويطلعوا برا الشريعة. وقصة الخضر دي ما عندهم فيها ولا ممسك واحد ولا حجة واحدة. وحتلاحظ الكلام ده بكرة وسترى يوم السبت إن شاء الله سترى العجب والعجاب من كلام السلف في شرحهم لهذه القصة. أيوه معلش قصة يا أخوان، قصة حصلت لي. كنت مع واحد ترزي قلت له بس الليل البنطلون فغش معي في نصارى سنة مع الصوفية وكذا، ثم جاني هذا الشخص قال لي يا أخي نصارى سنة ديل يعني سلفيين وقصص بعض، قال لي يا أخي بيقفروا، قلت له بيقفروا منو؟ قال لي يا أخي قفر عبد الله بن أبي سلول. المهم فالحاصل إن الموضوع داير والله علم وداير اجتهاد، الإنسان داير يدافع عن الشريعة لابد يتعقد، لو ما تعبت ما تقدر تدافع عن الشريعة، تعبت واجتهدت ودرست وتعلمت وحفظت وفهمت وأخلصت ما تقدر تدافع عن الشريعة. الدفاع عن الشريعة ما يكفي فيه الحماس ولا العاطفة الجياشة. والفرق بين الدعوة، دعوة الحق، دعوة أهل السنة والجماعة، ودعوات الحزبيين والحركيين والإخوانيين، أن دعوة أهل السنة والجماعة قائمة على العلم المؤصل، ودعوات أولئك الحركيين والحزبيين والإخوانيين قائمة على الحماسة الغير منضبطة بالعلم أبدا. خشوا يكسروا يفجروا يقتلوا ويضبحوا يكفروا حماس، وده كله باطل. لكن دعوة على سنة الجماعة علم، قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الآية كما قال السلف، معنى الحديث كما قال السلف، انتهى الموضوع. انت مرتاح جدا بس بتنقل، بس تعص ولا تتعب، بس تشيل وتنقل، تشيل وتنقل، تشيل وتنقل. رضي من رضي وأبى من أبى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فدي الدعوة دعوة علمية. ودعوة جميلة ودعوة سهلة. لكن دايرة زول يتعلمها. عشان كده خلوه اللي في الواتساب، بتاع الواتساب ده بعيد عليه. وبتاع عفوا بتاع الفيسبوك برا، هو يتعلم العلم. أسئلة شبهات، الذي شبهات خطيرة مش كده؟ لكن
الحمد لله العلماء بينوها والسلف جزاهم الله خير. بارك. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.